علاقة ب25 يناير هو تنظيم واضح من قبل كل الفئات، ملهاش علاقة بفئة محددة وملهاش علاقة بتكتل محدد. يمكن معظم الشباب متفقين على انه الخروج من الشوارع لحشد الناس حوالين قضية حقيقية واستكمال الثورة بشكل حقيقي ده شيء مهم جدا، وانه الخروج من نطاق فهم انه الفعالية اللي هتبقى 25 على انها احتفالية هي بعيدة كل البعد عن الاحتفالية، لان لو هنحتفل يبقى هنحتفل على جثث الشهداء ودم الشهداء وعلى جثث المصابين وعلى البنات اللي اتكشف عذريتهم واللي تم الاعتداء عليهم وانتهاك اعراضهم، وكمان النشطاء ال 12 ألف سجين اللي وراء القضبان او يزيد، وبالتالي احنا ما عندناش شيء نقدر نبقى بنحتفل عشانه، بل بالعكس احنا بنعزي كل شهيد وبنعزي كل مصاب وبنتضامن مع كل سجين من خلال الفعاليات من قبل 25 يناير الى ان يتم تغيير النظام العسكري بنظام مدني يقدر يحكم مصر بشكل حقيقي ويحقق العدالة الاجتماعية ويحقق مطالب الثورة بشكل حقيقي، لانه على ما اعتقد الاوضاع مش هينفع تستمر بهذا الشكل.